أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. عادت هيئة المنافذ الحدودية شاحنات محملة بحديد التسليح إلى إيران لفشلها بفحص الجهاز المركزي لتقيس والسيطرة النوعية. وقالت هيئة المنافذ الحدودية أنه تم إعادة إرسالية 5 شاحنات محملة بمادة حديد شيش التسليح إلى الجانب الإيراني لفشلها في فحص الجهاز المركزي لتقيس والسيطرة النوعية في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان. أكدت لجنة النزاهة البرلمانية أن شركات تعمل على جلب العمالة الأجنبية للشركات النفطية تحصل على نسبة الثلث شهرياً من راتب العامل الأجنبي. وقال عضو لجنة النزاهة عبد الأمير المياحي إن ملف العمالة ناقشته لجنة النزاهة النيابية مع المجلس المحلي في البصرة ووزارة النفط، مبيناً أن التحقيق بهذا الملف اصطدم بسيطرة وهيمنة بعض المتنفذين في البصرة. أكدت لجنة النزاهة النيابية وجود صفقة فساد كبيرة باستخدام مواد عازلة مغشوشة لأنابيب نقل النفط في مشروع قبة صفوان النفطي. وقالت اللجنة إن المشروع فيه تعاقد مع شركة أجنبية لها مقر بالبصرة بتزويد الموقع بمادة عازلة للأنابيب تكون خالية من أي رطوبة لمنع تأكسد الأنابيب الناقلة للنفط، مضيفة أن الشركة زودت المشروع بمادة عازلة تحتوي على الماء بنسبة 70%، ما تسبب بأكسدة أنابيب عديدة لم يمضي على عمرها سوى 3 سنوات. هذا وأتلفت هيئة الجمارك في مطار البصرة الدولي كمية من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد. وقالت هيئة الجمارك إن مفارزها تمكنت من إتلاف كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في مطار البصرة، وتشهد المعابر الجمركية والمطارات عمليات تهريب كبيرة للأدوية التالفة وغيرها من الأمور يأتي معظمها من إيران. اتهم النائب عن تحالف سائرون أمجد هاشم العقابي وزير النفط ثامر الغضبان بالإهمال فيما يخص حقل عكاز الغازي في الأنبار المتوقف عن العمل. وقال النائب أمجد العقابي أن الغاز في منطقة عكاز يعتبر من أفضل أنواع الغاز، والتي تصل نسبة نقاوته إلى 98%، مبينا أن هذا الحقل مهجور بسبب استثماره من قبل إحدى الشركات الكورية غير المختصة والتي عادت إلى مقرها في الإمارات دون حسم هذا العقد بالتشغيل أو الفسخ. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.